عايز تاخد لقطه من هذه المذابح؟ اقول لك، فلسطينيه تفقد اسرتها بالكامل في غزه قبل ما تتخرج من كليه الطب جامعه المنصوره جمهوريه مصر العربيه. دي صورتها مع والدها. الدكتوره هالة خالد خريجه كليه الطب جامعه المنصوره مصر. اهلا بيكي وقلبنا معاكي مما لا شك فيه. دكتور هالة. ايوه حضرتك معاك. يعني انا مش عارف اقول لك اهلا بيكي بقدر ما اقول لك انه قلبنا وعقلنا معاكو ودمنا واحد ومعاكو. ايه اللي حصل يا دكتور هالة؟ دكتور هالة. ايوه انا عارف الخط مش واضح. ايوه يا ريت على الصوت. حاضر انا بعلي صوتي. عايزين نعرف ايه اللي حصل. الحمد لله اهلي انا استشهدوا، ان والدتي ووالدي وثمانيه من افراد اسرتي في صاروخ ضيع كل تعب سنيننا، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء. متى تم قصف منزلكم؟ 12 اكتوبر تم قصف المنزل بما فيه كلهم، كل من كانوا داخل المنزل. ايوه بالضبط. وفقدتي اسرتك بالكامل، الوالد، الوالده، الإخوة والأخوات. أيوة بس بقي لي يعني أخ واحد. ربنا يديهم الصحة. يعني إذا فكرت هلا بالعودة للأرض هل ستجد بيتا؟ إحنا ممكن ما نجد بيت بس إحنا رح نعود لأنه هاي أرضنا بالأول وبالآخر، وإذا كان ما فيش بيت ولا في أهل بس كل غزة كل فلسطين تعتبر أهلي، يعني أكيد العودة حتمية علينا، وبالعكس هذا فخر إلنا، يعني الحمد لله ربنا اصطفاهم، يعني إحنا الحمد لله لا نبكي استشهادهم، يمكن بنبكي من مرارة الفقد بس شوقنا إلهم، بس الحمد لله إحنا أهل القرآن وعارفين إنه هم أحياء عند ربنا، وهي قضيتنا وهي قضية كل إنسان، يعني إحنا انخلقنا عشان ندافع عن هاي القضية والحمد لله. أعمار إخواتك وأخواتك اللي استشهدوا كانت كام؟ 30 29 الأعمار، في حدود هاي الأعمار. الله يرحمهم جميعا، نحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء، وبإذن الله بإذن الله هترجعي لأرضك. زي ما قلتي هو مش بس بيتك، كل فلسطين هي أرضك، ولك كل هذا الحق، والعودة قادمة قادمة بأمر الله سبحانه وتعالى. احنا يعني بنسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يصبرك، وان كان ليكي كل الفخر بانه أهلك شهداء عند ربنا، ويا رب يا رب يحفظ أعمار وحياة الباقين. شكرا جدا ليكي دكتور هالة خالد الدالي خريجة كلية الطب جامعة المنصورة.